مساء الخير عليكم، مرحبا بكم. هذه الصورة هذه تمثل منطقة من الجزائر بوابة الصحراء القنطرة، القنطرة بولاية بشكرة. على كل حال المنطقة الجنوبية تاع جبال الأوراس، نشوفوا كيفاش هذه الطبيعة لهذه المنطقة مع الواد ومع القناطر اللي كانت تما، حاجة روعة. ومن قبل ما بين المدن تاع الأوراس وهذه المنطقة نسيبوا لي بالكون دو غوفي تاني، حاجة روعة. بون نزيد نوريكم بعد الصور واحدة أخرى، شوفوا الحل كيفاش راح يكون غدوة الصباح إن شاء الله الجمعة هذه. عموما الحال شباب، لأنها يعاود يرتفع الضغط الجوي مع الأمطار اللي سقطت، كانت خفيفة على كل حال، سقطت على الغرب وأيضا الوسط وأيضا شرق البلاد، خاصة اليوم نهار اليوم جهة جيجل، وأيضا عدة مناطق تاع جبال البابور وأشر عنابة ومن جهة سكيكدا والقلا. كما قلت لكم البارح كان باساج رابيد، غدوة الصباح إن شاء الله يقدر يتشكل شوية ضباب على السواحل، خاصة ما بين الجزائر العاصمة وعنابة وأيضا سواحل، وكذلك من جهة وهران بني صافا دوك جويب الطيوة أرزو تماك يقدر يكون شوية ضباب. سينو صافاك وتشوفوا يكون هاي الحالة على جميع المناطق تاع بلادنا. نجوزوا للظاهرة، الضباب هذا كيروح وشين يوغا ديزانفلتراسيون ماريتيم، يحب يقول دخول سحب من البحر، يقدروا يمدوا بعض الغيوم كثيفة على بعض المناطق الشرقية تاع البلاد، وتقدر تكون بعد القطرة تاع الأمطار، خاصة ندوها من سرايدي حتى الكابروزا، نجوزو على الشطايبي عنابة القالة حتى منطقة الطارف، تقدر تقول بعض القطرات خفيفة باسكو ماهيش اضطراب جوي ولا رعود، سي ديزانفلتراسيون ماريتيم شارجي ديميديتي، شابعين الرطوبة تاع البحر الأبيض المتوسط، هما اللي يقدروا يديروا هكذا لأن لو فلو في هذه المنطقة يكون دو نور ويست. سينو عبور بعد السحب على الولايات الوسطى وأيضا سميشة بريدومينونس دو سوليا، يكون سميشة تفرض نفسها على كل حال على الوسط والجنوب الكبير نو كومنت باستثناء هذه الزوابع الرمليه اللي تنشط على الجنوب الغربي من جهه غار جبيلات وايضا من جهه تندوف وحاسمه، ونيرو كذلك على تيميمون اضرار عين صلاح، تقدر تكون مع الرياح اللي تقدر تكون موسم سي لا بيريود تاع لي فون صابل هذه المنطقه، وعلى منطقه تنزروفت. هيا نجوزوا لدرجه الحراره، ننتظروها غدوه الصباح ان شاء الله مع الفجر مع السماء اللي تكون صافيه ما بين 4-5 درجات على الهضاب العليا، مدن الاوراس 4 درجات، حتى في الجلفه نصيبوا في عكورن ولا بنيني بولايه تيزي وزو نصيبوا 9 درجات ان شاء الله، ننتظروا 9 درجات بومرداس العاصمه وايضا تيبازا، 8 من جهه البليده تيزي وزو من جهه عين دفله، واحد 7 درجات في المديه، كذلك من جهه برواقيه بوكزول، 10 بوهران، 10 بعنابه، مستغنم بجايه جيجل، 18 بمنطقه عين صالح وايضا اليزي، 15 بتابلباله بني عباس وتندوف، 14 في طامر راساتو، و 21 درجه على برج باجي المختار. اي نجوزوا للظاهره، الظاهره حراره فصليه، هذا هو الربع 19-20 على المناطق تاع الهضاب العليا، 23-24 على من في على السواحل، جات عندنا بواحد 22، 37 على عين صالح، غردية ومتليلي 30 درجة، 33 على منطقة تندوف، و 42 درجة في طامر راساتو، وأيضا برج باجي مختار. أيه شوفوا البحر، الريح يطيح، الريح يطيح، مالغري خفيف شرقي شمالي شرقي خفيف، 20 كيلومتر في الساعة، شمالي شرقي شجي نورست. مي واش تبقى شويه موجات لاول هذيك تبقى ويبقاو شويه موجات، مي اون جينيرال مع الايامات اللي فاتت الريح هذاك في الارش كذلك واحد 30 كيلومتر في الساعه كاع دون ان فلو دو نورست، هذا الفلو دو نورست هو اللي يخلي هذيك زانفلتراسيون ماريتيم اللي يقدروا يمدوا بعد السحب السبلى وبعد القطارات تاع الامطار على شرق البلاد. الرؤيه تكون تقدر تكون رديئه مع الصباح ومع تتحسن في النهار وتولي من 4 الى 8 اميال بحريه. هيا القنطره نشوفوا الصوره الاخرى واش تمثل لنا، تمثل لنا المهديه إن شاء الله. الصورة الأخرى باقية، هذه مهدية، المهدية في ولاية تيرت، شو بريزايريان شحال شابة مع هذه لا روتيني كولينار ووضح، وهذه تعرفوا مقام شاهد العاصمة سيدي بن نور بوزريعة، وأيضا القصبة هنايا ومقام شاهد، وأيضا المدنية كذلك، هذه هي. هذا كان ان شاء الله اللي حبر بينكم الجمعه 22 افريل 2016، شروق وغروب الشمس على الجزائر العاصمه وضواحيها،
وهذه العناوين في خدمتكم فيما يخص الجو والبيئة. ربي يدوم قوسطكم وجمعة مباركة.